اللجنه ما ما انت كده الحقيقه انت كده بتجبرني بقى يعني اسيب مؤقتا الموضوع اللي كنت هكلمك فيه ونروح للجنه دي. كيف تدار الامور في اتحاد الكره وخصوصا ان احنا بقينا مؤخرا برضو بنسمع عن ان في يعني ملفات شائكه خلينا نسميها سواء في رياضات الصالات او في مساله ملف التحكيم كره القدم يعني في عوق كده حاصل. والله بص يا كريم، هو الفكره ان يعني الاخطاء الاداريه كتيره في الفترة الأخيرة، يعني بنتكلم على كم هائل من الأخطاء الإدارية. طبعا أكيد 100% مش متعمدة، بس واضح إن في عدم دراية. يعني فاهم قصدي؟ أنا ما بنقولش إن الناس متعمدة تعمل أخطاء، ليه الدليل؟ إن هما بيصلحوا، أوكي، لكن أخطاء كتيرة قوي، ومفروض حاجات يعني المفروض هي بديهيات يعني الإدارة في اتحاد الكورة. يعني أنا لما أجي أقول لك النهاردة ما ينفعش تحط مباريات لفريق في الاجنده الدوليه، انت عايز طبعا تخلص الموسم بدري عشان نبدا الموسم الجديد والسنه الجايه والكلام ده، فانت بتيجي تلاقي نفسك انت بتعمل شيء يخالف اللوائح. برضو ملف التحكيم بصراحه واحد من ملفات السيئه جدا السنه دي، وشفنا كم هائل من الاخطاء. وتاني انا بقول الاخطاء، مفيش حكم مصري بيتعمد ان هو يعني يضر فريق او ان هو او ممكن يشكك في ذمته، بس الاستمراريه بتوحي، لكن ما هو في ضعف. لا، في ضعف، ده ضعف. انا وجهه نظري، انا مستحيل اشكك في ذمه حكم مصر، كلهم ناس شرفاء وكلهم ناس كويسه وكلهم احنا تعاملنا معاهم على المستوى الشخصي كلهم ناس كويسه جدا. انا مش بكلمك على ما طبعا كلهم شرفاء، انا قصدي اقول لك ان لما يكون نوع معين من الاخطاء متكرر بشكل ضعف. دائم ومستمر، ضعف، وفي مشكله في الشخصيه، في مشكله في الشخصيه. مثلا كابتن جهاد جريشه لما يبقى المفروض النهارده في اخر سنه من حياته التحكيميه، خلاص يبقى انت وصلت من الخبره. يعني انت النهارده بتشتغل، خلي بالك اخر سنه في مجالك او في شغلانتك دي انت بتعتمد فيها على الخبره اكتر ما بعتمد فيها على الجهد البدني. فالنهايه كانت يعني اكثر من سيئه في وجهه نظري الشخصيه. فاللي عايز اقوله ان اوكي خلاص اللي فات مات، والحمد لله الفتره دي جت في الوقت الحالي، والحمد لله بالنسبه لمنظومتنا منظومه النادي الاهلي كاس السوبر نفسيا يعني خلى المنظومه كلها مرتاحه، وكلنا الحمد لله في وضع جيد عشان عندنا استحقاقات مهمه جدا فتره قليله. يعني بدايه من مباراه الذهاب باذن الله قدام الترجي في تونس، احنا بنتكلم على الفينشنج بتاع الموسم الافريقي، بنتكلم على الفينشنج بتاع الدوري بعد كده الاسابيع الحاسمه، وبنتكلم على الفينشنج بتاع كاس مصر. يعني في ثلاث بطولات جايين، بخلاف طبعا لسه احنا مستنيين بقى ماتش السوبر المصري اللي هو اتشال، ده اتحط يوم 1/7 وفجاه شالوه ومحدش قال لنا هيتلعب امتى تاني ولا اي بتاع، بس قشطه يعني مش مشكله. طيب برضو